يقولون ان السمرات يعني خربت الفن، يعني كنا نسمع في بعض الناس يقولون ان السمرات يعني خربت الفن الشعبي بالذات. طبعا هذا الكلام يعني تشوف بعض ال... لكن شوفي اي فنان يتم اكتشافه، اي فنان حتى لو تروحين اي فنان حتى الفنانين العالميين كله عن طريق جلسات الاصدقاء والاحبه والبدايات. فاحنا الكويتيين من زمان يعني واكثر دول الخليج يعني كلنا يعني اهل سمر واهل فن واهل ابداع، فدائما اكتشف موهبه بسام، اكتشف موهبه يوسف، اكتشف موهبه العازف الايقاع الفنان، واقع عمالقه الفن ترى على فكره في الخليج، يعني خلنا على الخليج كلهم ترى من خلال السمرات والجلسات. الله صوتك صح. حلو تعال بنسجلك بالإذاعة. الله والله أنت عازف حلو تعال ليش ما تقدم الإذاعة. أكثر الفنانين بداياتهم كانت كلها بس السمرات والجلسات. شلون أنا أكتشف موهبتي؟ أول شيء هي الاكتشاف الحق وهي المحك الرئيسي لأنك تتعلم فيها. وكثير من الفنانين عمالقة الفن بالكويت وبالخليج أول ما يبدي من خلال الجلسات والسمرات. الله والله صوتك حلو تعال خل نروح. بس انت سمعت هالانتقاد هذا؟ اي يعني سمعنا، سمعنا من اساتذه كبار بعد يعني. وهذا الانطلاقه بالنسبه لك ها؟ شن هي؟ الانطلاقه بالنسبه لك السمرات السمرات. شوف السمرات انا كباحث يعني انا دائما في 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 اتجه جانب البحث، يعني انا لما اروح مثلا حق الفرق الشعبيه اقعد ويا الشيبان الكبار، هذا الايقاع شنو؟ هذا انا كله جانب الكتابه وجانب التقديم كاذاعه وتلفزيون، فدائما اقعد ويا تعال احب اسال وايد هذا ليش الايقاع كذي، هذه الكلمات ليش شنو نقول القصيد، القصيد هذا ليش تنقال كذي ما تنقال، ليش يقولونها مثلا عندها الصوت بالشكل هذا ليش ينقال. يعني تم الاكتشاف ايضا من خلال هالجلسات والسمرات في البحث العلمي، واكثر الباحثين واساتذه كبار كلهم عن طريق البحث، خصوصا الباحثين في مجال التراث لازم يقعد علشان انا اقدر اسوي لي شيء مكتوب ويرجعون له. ايضا من خلال البرامج. ليش وجهوا الانتقاد؟ قول قول بس سامر. انا ودي اتكلم عن موضوع لان موضوع السمرات هذا وايد قاعد اسمع ان السمره تخرب او السمره بالعكس، السمره هو التفاعل بين الفنان وبين الجمهور لايف. نعم. مثلا انا الحين لما اقعد ايش بالاستديو احيانا اسجل مثلا بالاستديوهات احط الجمله نعيدها 20 مره لحد ما تطلع الجمله الحلوه تيكات نعيد ونزيد، اما بالسمره ما في الكلام، تواجه الجمهور يمود قلبك قلبوي اي استاذ حصة، يعني مواجهة الجمهور جدا شيء خوف، انك تواجه 100 واحد قاعد وتعزف في ربكة حتى اذا كانوا 4 بعد ولا 5 يعني ناقدين كبار بعد. نعم هو اللايف المحك الحقيقي للفنان، وايد ناس تعزف باستديو بالسمرة تلقى يتوهق الدودة مثلا صارت غلطة تواجهنا يواجهنا شيء بنص المطرب نسى صارت غلطة شلون تتحكم وشلون تغلب على الغلطة وتمشيها. هذه كلها بالعكس، وأغلب فنانين الكويت من عازفين ومطربين بدينا بالسمرات، واللي ما يدك سمرة اليوم صعب يعزف، احنا تعودنا